السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام. من قناة منوعات لينا كنرحب بكم دائما الجديد المفيد. نتمنى يعجبكم لا فيديو وتوصلوا لأكبر عدد من اللايكات وتشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأحباب والأصدقاء حتى تعم الفائدة. وما تنسونيش لايكاتكم، بغى اللايكات تكون كثيرة 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 بالملايين حتى يوصل هاد لا فيديو وهاد المشروب السحري أو هاد الوصفة توصل للناس يستفدوا منها أكثر. فإلى تفاصيل الفيديو مباشرة. أشارك معكم في هذا الفيديو بهذين المكونين ألا وهما الليمون والقرنفل، وصفة تكبح السعال أو تقضي على السعال أو الكحة والعطس والزكام وألم الصدر والضيق في التنفس وألم الرأس، وكذلك ارتفاع الحرارة أو الحمى أو ما نسميه بالدارجة المغربية سخانة. فالليمون والقرنفل يجتمعان ويندمجان في هذه الوصفة ويرفعان جهاز المناعة في الجسم ضد هذه الأمراض أو هذه الأعراض، لأن القرنفل يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، إضافة إلى الليمون إليه الذي يمتاز أو الذي هو غني بالفيتامين سي الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة وتعزز قدرة الجسم على مكافحة العدوى. في الأول سأطحن هذا المكون أي القرنفل، سأطحنه في المطحنة الكهربائية، ما علي إلا وضعه هنا، سأضعه في المطحنة الكهربائية وأطحنه حتى يصبح بودرة. من بعد ما طحنت القرنفل ما هو غادي نحطه هنا، ها هو مطحون مزيان مزيان، مطحون جيدا. ملي تطحن القرنفل ولا بحال القهوة، هانت ولا بودرة. غادي ناخد هاد الحامض وغادي نعصرو هاد الليمون، هذا يفضل يكون أخضر لأن الأخضر عنده فعالية ضد أمراض الصدر وأمراض البرد. غادي نقطع الحامضة الأخرى، إلا كان عندكم الحامض كبير تاخدوا غير حبة حامض وحدة، أما أنا عندي الحامض من الحبات متوسطين خديت اثنين حامضتين أو ليمونتين. غادي نعصرها الثانية حتى هي. من بعد ما عصرت الليمون أو الحامض ها هو، خديت كأس ماء مغلي كما كتشوفوا، غادي نكب فيه هذه الكميه، هذه ماء مغلي راه فيه البخار باقي كيخرج منه، ماء ساخن. غادي نصفيه
كتشوفوا ان اللون تغير، لون الماء تغير. ها هو القرنفل المطحون، كنحاول نتقاد مع الكاميرا، كاميرا التليفون طبعا. وهاد قشور الليمون راه عندها استعمالات اخرى، ما غادي نشرميهم لا للضايع، مع منوعات لينا. غادي ناخذ هاد الملعقه، راها متوسطه، غادي ناخذ منها غير النصف هكا. نصفها فقط. ها غادي نديرها هنا، وغادي نحرك بالملعقه الخشبيه، ما غاديش نحرك لان الخشب لا يتفاعل. مادام موجود الليمون فان الستانليس يتفاعل معه. وتكون الوصفة صحية أكثر. إذن كما كتشوفوا هذا هو المشروب السحري ديالي، مشروب منوعات لينا اللي خديته من عند الوالدة. كانت الوالدة ديالها هي جداتي، إذن هذا مشروب الجدات. كما كتعرفوا جداتنا المغربيات عندهم ثقافة غذائية عالية دون الولوج إلى المدرسة، دائما كيفاجئونا بشي حوايج ما كناش كنعرفوهم حنا. وهذا المشروب راح يصلح حتى للوقاية، إذا هو مشروب للوقاية، حتى الناس اللي ما مرضش، الناس الأصحاء حتى هما يشربوه مرتين في الأسبوع. إذن بمكونين احنا صنعنا وصفة فعالة، المكونات كلها متوفرة في المطبخ. هذا المشروب السحري راه كيصلح حتى الناس الأصحاء للوقاية من الأمراض، مرتين في الأسبوع ياخذوه. والأطفال نديرو لهم غير نصف الكمية، لأن الأطفال ما غاديش يقدروا يستحملوا القوة ديال القرنفل والليمون أو الحامض. فهذا أنصحكم بربع الكمية، ربع الكمية من القرنفل وربع الكمية من الليمون، ونحليو لهم بعسل النحل أصلي، النحل الطبيعي. نتمنى اللي وصل معايا حتى لهنا ما ينسانيش في لايك وشير لا فيديو، ودعوة زوينة ولكم الأجر في ذلك. نتمنى تنشروه أو تشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي حتى يستفد منه العديد من الناس، الاستفادة تكون عامة، فالدال على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله، ما سخيتش بيكم، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل بإذن الله.